اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دائما بحلقه جديده من ولا اطيب. حلقتنا اليوم بمناسبه عيد المهاد وخاصه بحلول فصل الربيع ضيفتنا الاعلاميه سنا نصر. واو، حاسه كانه في جمهور وعم بزقف يعني انا كثير مبسوط. اول شيء بدي اقول لك كثير سلامات، وقت عارف انه سنا اليوم طالعه معنا باول بدايه فصل الربيع. شاف سلمنا على سنا، يعني قديش كثير محبين ومعجبين سنا. ليش هالقد كثير؟ مش كمان بده يربح اللوت وبيكونوا منيحه منك اليوم سنا. نحن حضرنا اطباق خاصه بعيد الام مثل ما انت طلبتيها، لانه بتحبي شوربه العيون وكمان بتحبي الباستا اللي انت لي مع الخضره وغير شكل. فاليوم اطباقنا من وحي مدام سنا. هول بحب اطبخهم واكلهم دايما. بس بدنا نطبخ بدنا ناكل اخر شيء. لا اكيد خلينا نشوف شو المكونات وبنرجع. واكيد نحن وياكي مدام سنا عندنا اشياء كثير من عيد الميلاد، من بعد ما نشوف المكونات. اوكي يلا. مكونات شوربة الهليون: 150 جرام كرات، 150 جرام كرابس، 500 جرام كريم حيواني، 500 جرام هليون أخضر، 50 جرام زبدة، 30 جرام زيت نباتي، مرقة الدجاج حسب الحاجة، أوريغانو رشي، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. وهلأ سنة أكيد رح يكون عندنا طبق الشوربة الطيبة، لأنه شوربة الهليون لون أخضر ونحن بلشنا بالربيع بالخضار الطبيعي الطازة والأزهار والزهور. كل الخضرة هلأ عم نسميها كل الألوان. يعني اليوم أطباقنا كلها من واحد ملونة ربيع ملونة. إن شاء الله يكون هالفصل دافي وهادي للجميع، وكمان بوجود الحلوين والحلوات دايما. هلو لطعم الشهر مش بس تطبخ. كيفك بالطبخ سنة خبرينا؟ منيحة بس مش بتقصقص. مش بتقصقص ليه؟ ولا بالجلي. ولا بجاري. ها نحن عنا كتير سهلة، بس بطبخ. بس تطبخي بس ما عطيتني مثلك روب أبيض. لا نحن بما أنه أنت اليوم ضيفتنا أنا بس بدي أتسطت. هلأ نحن نعمل كل شيء. أنت بتقلي لي هادي الشيء لهادي حق، كمان إليك حق كمان تفوتي وتتداخلي معنا سنة حتى تعطي مدخلات معنا ما تعتلي هم. أوكي رفعهم شوي. يلا أكيد. ماما سنة أول شيء بدنا نعرف كم ولد عنديك؟ عندي ثلاث بنات. الله يخليك. ولين وسلين. ليا ولين وسيلين. سيلين الله يخليهم. ميرسي. وبعيدهم بعيد الأم. بحبوا الطبخ؟ أكيد بنعيدهم. بحبوا ياكلوا. بحبوا ياكلوا، يعني ما بحبوا الطبخ. لا بس أنا ما كنت حب الطبخ وما كنت فوت على المطبخ، وصرت ست بيت بجنن، يعني ما بده كثير الطبخ. لا ما بده شيء. إلا إذا واحد بده يكون معلم مثلك، بس إنه اللي بتطبخ ست البيت الأكلات اللبنانية اللي بنعرفهم والأكلات الهينة، إنه شو بدها الطبخة نص ساعة بتكون خالصة. مزبوط. هلا اليوم نحن قد ما فينا بنعلم مشاهدين طريقة الطبخة تكون سهلة وسريعة وما يحسوا بملل. يعني اليوم بتعرف ست البيت ما عندها وقت. وفي يقول شيء للمشاهدات؟ أكيد. إنه هولي اللي بيقولوا ما عندي وقت أطبخ وبيتكلوا عماتهم وحمواتهم. مزبوط. بيضحكوني. ليه؟ شو بدها الطبخة؟ نص ساعة، شو ما عندك وقت قبل ما تنامي مدام أو الصبح قبل ما تروحي على شغلك، عن جد شو بده الأكل؟ مهضومة سنة. شو بدها مدام؟ ولا مدام. طب أنت ما بتتكلي على أمك سنة؟ لا. أكيد؟ أكيد. هلا إيه؟ لأنه عايشة معها. أيه. بس قبل لا ست البيت بدها هي تطبخ لأولادها. بس هلا منيح بتساعدك بكره بتحضر لك. هلا طالما انا عايشه معها كتر خيرها. أيه. يعني عم تعمل عني صار سنه مثلا مش فاتع على المطبخ غير وقت بدي اكل. بعيدها لكين ومن نبوس على الهواء كمان. ميرسي مامي سعاد. بعيدها لمامي سعاد كمان. بدعيت مامي اجات انا جوجو كمان. بعيد امي اللي كمان لها فضل كثير كبير علينا وكل امهات لبنان. واكيد كل امهات لبنان واميات ولادها وكل شيء كل امهات لبنان كلياتهم. لكن نحن هون صنع الكرات والكرافس اللي هي بينعد بوكي جارني دائما. هلا هي هي كلها طناجر. انتوا قول شفيه طناجركم سبيسيال. تشتغلي شيء بالبيت على الخشبات الخضراء الزرقاء الحمراء البيضاء الصفراء البيضاء تبعت اجليه عارفه نطفت او لا؟ بس هي اصولا اليوم الخضراء للخضار، الحمراء للحمه، الصفراء للدجاج. هي حسب نفسيا البروتوكول. لا مش ديكور ولا نفسيا. حسب البروتوكول مطبقه حتى يصير في دائما محافظه، يعني الدجاج ما نقطع عليه بعدين. لا عندي وحده بيضه للدجاج وحده بيضه للخضره بس كله ابيض. بس اذا ضيعتي فيهم حاطه تبعيت الخبز الحمراء لل
لحومات الخضرة للخضار، وحدة مانيكير عليها شوية لا حاطة هيدي الهيك تبع الكيس الخبز الرابطة سكوبيدو سكوبيدو هي عندها وحدة لقطة حطت لها يعني منيحة، بس الأفضل لو بالألوين أحسن. خلص بكرة بنروح ومنغير ومنشتري لو نجيب كل الألوان مثل ما شفتي هون عنا الأحمر والأبيض وسكاكين شوف هون شفتي كيف هولي مثلا الأزرق الأبيض عندك هيدي اللحمة الأحمر حلو كل الأعلام كل الأعلام هي حتى في الأصفر كمان شفتي كيف شو حلو كله منظم هون نحن بهالوقت للبصل والثوم بس اكيد الكرات والكرفس دائما سنه بنعد مواد عطريه يعني الشوربه مثل ما بتعرفي تطلع طيبه لازم نحط فيها دائما الكرات والكرفس خاصه اذا كان عندنا شوربه مميزه مثل اليوم الهليون يعني الهليون الاسبرج اللي بتحبيه انت اول شيء ايه وكل مره عم اطلبها طيب كثير هلا اليوم رح تشوفي كيف طعمتها ما عندي شك حتشوفي ما عندي شك قديش تكون سهله وسريعه مين ما كان عملها اليوم شاف ريشار عم يعملها مش انه حدا عادي اكيد رحنا بكل تواضع أكيد اليوم بس ايمتى بنقوي النار وايمتى بنخففها يعني انا اوقات بحوس بحس قويه بيقولوا لا ما بيسوى لازم تعملها على نار خفيفه البصل بده نار قويه هلا مبدئين بورصه يعني مثلا حطينا الطنجره بتكون بعدها مسقعه حط نار قويه اكيد بس تحمى الطنجره بدنا نخفف بدنا مرات اذا كترنا كميه البصل بنرجع بنقوي شوي النار ليش لانه سقعت الطنجره اوكي بنرجع بعدين بس تحمى الطنجره مزبوط والبصلات يسخنوا بدنا نخففها لكن نحن بدنا نرجلش كاسه التلفزيون بدنا نرجلش يعني اكيد بدنا نشجع كل الرجال يشتغلوا بهالحلقه على عيد الام على القليله عن جد كل بي وكل زوج هو اليوم يتكفل بالطبخ لهالستة ترتاح حلو مش غلط حلو مش غلط بتعرفي سنة يا شباب نحن تعودنا عليك منذ القدم نعم. يعني نحضرك ايه من شي 50 سنه نعم برامج الربح بالاذاعات باشياء كثير يعني انت فعلا صوتك بيدخل للقلب خي ف ميرسي شيف وان شاء الله اكلاتي يدخل للقلب يلا اكيد اليوم اطباق مميزه جدا وهون اليوم بما انه طقس ربيع وطقس بعد هيدا الريحه ما بنشمها ريحه الاكل الطيب غير بدنا نحط بهارات صح صحيح هلا مبدئيا هيدا الشيء هيدا الاوريجانو اليوم رح نحط احنا معه اضافه الاوريجانو الزعتر البري اللي بيعطي نكهه طيبه كثير مع الشوربه ما بتطلع ريحته غير بالنار مبدئيا هلا نحن ما بدنا نكون عم نطبخ عم نشرح للمشاهدين شو هالريحه الطيبه هلا شو هالاكل الطيب بس نحن بنحس فيها هون وهن بيحسوا فيها ليك اذا من قلبك بيحسوا صحيح الناس بتحس اذا نحن من قلبنا عم نشتهي لهلا انا ما بلشت شم ريحه طيبه ريحه بصل لا انا شم ريحه البرفان تبعك اليوم لكن انت لكن ريحه طيبه بس نبلش نحط البهارات نبلش عن جد هيك نستمتع هلا هي بس تغلي وتطلع ما نحط الكريم فريش وتغلي كله سوا مع بعض بتفور وهيك بلش هيك بنحس فيها هيدي الكاميرا عم تاخذ هون شو عم بيصير جوا كله 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 كل شيء جمله وتفصيله حتى المشاهدين يركزوا مزبوط واليوم اكيد عم يحضروك كثير من ستات البيوت وعندك كثير معجبات كمان الك سلام من ناجي عزار قال لي بليز أماني سلم لي لمدى اليوم اليوم عبكر الصبح كمان شتحت عكعب البيني خلاص أطيب سوبر رح نطعمينا خلاص سكاكين شيف ما قلت لي لازم تتغير مع كل شيء يعني كمان هيدي غلطة بنعملها أوقات نحن ستات البيوت أنه منقص مثلا حصوب لحمة بعد شو ناخذ منقص البصلة هذا الغلط لازم يكون مثلا وحدة للخضار وحدة للحوم كمان سكين أخضر ما ممكن مش ضروري سكين إذا قد سكين أو هلأ صار في سكين جديدة بلاستيك ملونة فينا نستعملها كل شيء حسب اللون هلا نحن هون السنة عنا الهليون الأخضر عم ننقص؟ لا 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 هول جيبينه نحن فيك معلب أو طازة أنا بفضل تكون الشوربة معلب لأنها تكون مسلوقة خالصة بس أنا بقصهم لا لا أنا ما نرجع نطحنهم بالأخير إيه ما هيك أنا بخاف ينزعوا لي المكنة لا لا هلا وبرجع بعدين بطلع هلا بتشوفي كيف طريقتنا كثير حلوة هون نحن عم نضيف بس أنتم مكانتكم الهيئة قوية طبعا قوية أكيد غير شكل هون نحن ضفنا نحن الهليون لكن ما. شو حطينا اول شيء زيت زبده وزيت ليش زبده وزيت لانه الزبده بتحترق لحالها الزيت بيعطيها حمايه للزبده وبنفس الوقت الزبده بتعطي طعم طيبه اوكي هلا الضرر هون لا هلا نحن عنا الزبده كله لايت يستعملوا لايت لايت الزيت لايت ايه بتصيروا هيك يعني اذا بتستعملوا لايت بتصيروا هيك ما هو ليك بدي اسالك سؤال بالون المنطاد كيف ما بيطير شهر رحمه خفيف يعني يا الله هون نحن لكن حطينا الكرات والكرفس والهليون الاخضر ما بنحط ملح على البصل ولا اخر شيء لا نحن اخر شيء هلا شو نحن عاملين حطينا الهليون الهليون نحن جبناه معلب خالص أوكي. يعني وفرنا تقشير وسلق ووقت وبيعطي طعم اطيب للشوربه وهون نحن عندنا من دون تحريك مرقه الدجاج بنات صغيره المرقه نحن هون شو حطينا خواص فوالا بلشت الريحه هلا بلشت الريحه أو ريحة ريحتنا نحن يمكن رح تطلع ريحتنا نحن هلا شو عم تحط هون نحن عم نحط الملح والفلفل الفلفل الأسود أو الفلفل الأبيض ما بيأثر ليش بهالطريقة هون حتى تعطي نكهة طيبة ولا هلا الكريمة ما رح نحطها هلا الكريمة بالأخير نحن رح نقوي النار شفتي كيف هلا تتغلي لأنه حطينا بس وإذا بنحط بندورة وصوص حمرا كمان قوي النار تتبلش تغلي بالضبط صح لكن سنة نحن هلا نحن وياكي الشوربة صار جاهزة بدها بس كريمة ونطحنها بالأخير
رح نروح فاصل ونواصل ودائما مع الإعلامية سنة نصر. أحسن مني بيحكي. ولا أطيب من بعد الفاصل اليوم، وهالمناسبة الحلوة ضيفتنا اليوم الإعلامية سنة نصر. كمان بدنا نعيدك بهالعيد الحلو، كمان نعيد ولدتك ونعيد ولدتك كمان. كل الوالدات، كل الوالدات العالم أكيد طبعا، يلي بهمهم فقرت وبينطروا برنامجك شخصي أكيد. أنا بدي عيد كمان كل ستات اللي عم يحضرونا، ونقول لهم إن شاء الله بينعاد عليهم بالصحة والخير والبركة والبحبوحة أكيد دايما طبعا وجايبة مليانة. لكن سنة اللي هروح على فقرة هيك أحلى، في أنا أعمل شيء ما مش عم بحس حالي عم بشتغل. يلا هلا بعد شوي خليك تبشي الجبنة، كتر خيرك. بس بدنا نشوف هالفقرة سوا، خاصة هلا في كتير بدي يفاجئوا أمهم بظهور حلوة. خلينا نشوف اليوم أماني شو محضرتنا ونرجع نحن وياكم مشاهدينا. بفقرتنا اليوم هيك احلى ضيفتنا اليوم اماني دمرجي، اهلا وسهلا فيك اماني. فلورال ديزاينر رح تعطينا اليوم افكار كتير حلوه بالنسبه لعيد الام، كيف منزيد المائده وخاصه مع الزهور غير شكل. اوكي خلينا بالاول نقول للمشاهدين انه حنعمل اشياء سامبل تقدر ست البيت تزين طاولتها من دون ما تكون بحاجه لفلوريست. حلو. وبمناسبه عيد الام اكثر الاشياء اللي بتنباع بالمحلات هي زهره التوليب. وزهرة التوليب هي من موجودة عنا هون. موجودة مظبوط، موجودة عنا هون، وهي من ثلاث أنواع الورد مشهورة بالعالم. حلو. وكتير إلى غموض، وإنه هي زهرة لوكس ورموز، إلى رمز كتير كبير. لعبت دور كتير كبير كمان بمرحلة اقتصادية أصلا تركي، وإلى خبرية طويلة عريضة التوليب وهيك. طيب اوكي خلينا بالاول يعني نحن اليوم عنا هيك حفل مناسبه خاصه وست البيت بدها تتفنن، وخاصه بمناسبه اليوم هلا عيد الحلو يعني عيد الام، بدنا نعطيها هيك شيء حلو، بدنا نزين، بدنا نعلم المشاهدين كيف تقدر هي تعملها، او حتى ممكن مثلا الاولاد اللي حابين اللي يعملوا لها سربرايز. سربرايز سهل عليهم كثير وما بتكلفهم كثير. هلا عندي هيدا البقال. هذا ممكن ما يكون هذا الشكل، ممكن يجيبوا شيء من المطبخ، شيء جات ازاز ما يكون عليه محفور عليه لحتى يبين الديزاين اللي هلا بدنا نعمله. الشغل اول شيء بدنا نعمله ممكن في حال زكينا طبعا اكواريوم صغير تبع السمك، ايه او تبع السمك مزبوط ذكرتني فيه. هذا بحص اكيد، بحص وعند الكل بحص بحري يعني. بحص بحري عند الكل فينا نلاقي منه منا اشكاليه، حتى بالماركت صاروا بيبيعوا كيس هيك زي اليوم وين ما بدهم ممكن يلاقوا منا بالسوبر ماركت. حلو. هلا هن ممكن مثلا على بمحلات الورد يجيبوا اربع زهرات توليب، وفي عده الوان منه توليب، في كل الوان تقريبا الكوزا كزح تعول توليب، حتى في لون الاسود. والله وكل فتره وفتره بهجنوا بالبلاك توليب اللي مشهور هو اكيد بهولندا. هلا اول شيء ممكن نعمله مثلا نحاول شوي نشيل الورق عنه. اوكي كل الفكره انه نحطه بهذه الطريقه من جوا، يكون الشغل كلياته حيكون بقلب ال مثل لوحه فنيه يعني. أيوة. يعني بطريقه عم نرسم لوحه فنيه بورد التوليب الطبيعي بهذه الطريقه بايد الفيز شوي، يكون واصلين الجزء تبعولها لحتى هلا بعد شوي بدنا نحط لها شويه مي لحتى تضل مضاينه، وهي بتضاين لحدود ال 8 ايام. عظيم. لا فعلا شكلها كثير حلو. بول يعني بكل شوي هدوء بدنا نحطها لانه هي شوي حساسه. حساسه بس هي تطري وبيطعج معنا بسهوله. ما في عندنا مشكله نحن عم نستعمله مضبوط. ايه ما بينكسر. عظيم. هيدا شوي نشرح لهم المشاهدين شو معنات كلمه توليب. هي كلمه تركيه فارسيه بتعني راس العمامه يعني تاعت الشيخ. طبعا الشيخ مزبوط. ايوه هيدي هي زهره تركيه اخذوها الهولنديين واشتغلوا عليها، هجنوها كمان لحتى تقدر تسائب الطقس وتعيش عندهم فترات طويله. مزبوط بالنسبه لهولندا عندهم كثير ساقعه. مزبوط ومعروفه هلا هي اساسا هولندا كثير بحبوا التوليب. وبالعام 1637 صار عملت
أزمة اقتصادية، تخيل لقديش يعني. ليه؟ لأنه صارت العالم كتير تحب تشتري التوليب بشكل صار في غرامة هالوردة. إيه صار في غرام، لأنه إلها رمزية إنه بتعني للي بيقدر يزرع توليب، واللي عنده توليب يعني عنده مكانة اجتماعية ورمزية. حلو. مشان هيك لكن نحن السنة كمان بدنا نشجع شراء التوليب. إيه للمشاهدين. أنا كتير هاي. كتير بحبه، حتى بالهذا فضله كمان يكون سيمبل بسيط، إنه ما فيها كتير، ما يكون فيها كتير شغل. يعني كمان تعرفي شغلي في أماني إنه طريقتها سريعة حلو كتير. إيه؟ إنه بدي أي عملنا هالديكور الحلو، ممكن أي ست بيت أو حتى ست الصبايا بالبيت مثلاً. البيت يقدروا يزينوا. شباب الصبايا اللي حابين يحتفلوا بعيد الأم. أيوة أنا بوجه لها تحية للماما، بقول لها كل سنة بخير. كمان من عيد لك والدتك، ومن عيد كل الوالدات، وكمان عن عيد والدتي كمان بعيدها مرة تانية. بهاي الطريقة. ونحط شوية ماي وهيك. حلو. هلأ بينشغل كتير، نحنا بنشتغل فيهم بالإيفانتس وبالأعراس، بس بنعمل ليفلز منهم. مثلا نختار كذا نوع فيز وبينعمل. أنا هيدا اللون كتير بحبه على فوقه و... أماني. ايه وكتير حلو هيدا اللون. لا فظيع. سو هيدا هي الفكرة. عظيم. حبيتها؟ ايه كتير حلوة، ويعني كمان كلفتها منها غالية وطريقتها كتير سهلة وسريعة. شكرا لك أماني. شكرا. يعني فعلا تابلو. عن جد تابلو كتير. بنوجه تحية لأماني يعني فعلا أماني. هيك 1 2 3 انا كثير بنبسط بالشيء بالحقيقة، يطلع شيء 1 2 3 شيء حلو، شيء مزوي وما يكون مكلف، لانه ست البيت بدها تغير دائما اذا خاصة عندنا كل شيء غلا، فالعالم صارت تعمل حسابات. برافو أماني. وهون نحن بهالوقت سنة رح نضيف الكريم. انا بدي اعمل شيء حيوان. انت بدك تبرشي جبنه في هلا؟ ايه اكيد هون بنبرشي جبنه. ونحن كمان بهالوقت شاطره بالبرش سنه؟ لا مش كثير. نحن ببرش جزر انا عاده، مش جبنه. على هي سنه هيدي على هي هون. انا ببرش عاده جزر مش جبنه. او ملفوف. اها ونحن هون بدنا نبلش نقطع نحن الكرات والكرابس يعني. واكيد بهالنهار بتخولك شيء الأولاد سنة أو بتحضري شيء لما يعني على عيد الأم؟ إيه إنه بيعنولي سيربريز عكانه، يعني بوعة تربيقة على التخت والغدا والعشاء. ما بطبخ شيء. خيش وحلو نهار عيد الأم. حلو تتغنى. إيه حلو هيك فعلا نهار حلو كتير على القليلة من أولادها. هيدا العيد يعني بينه وبينهم هيك يفرجوا قديش عن جد شي مين ستودان. شو بتحبي هيك هدية تتاخدي او تتلقي مثلا؟ بوسة ووردة. بوسة ووردة بحب كتير الوردة. حلو. مش حيالة وردة، وردة صفرة. وردة صفرة؟ ليه صفرة؟ ما بعرف بحب الورد الأصفر. أها في شيء مميز إنه باللون الأصفر يعني أو هيك؟ يمكن لأنه كانت أمي تحب الورد الأصفر، تعودت تشوف وردة صفرة بالبيت. بيي بعده لهلا بيجيب له. ما لأنه الورد الأصفر يعني هو علامة الغيرة يعني. إيه بس لا بحب شكله. هلا ما في حدا يحب ما بيغار. هو بيقول إذا الواحد ما بيغار بيكون حمار. حمار. مظبوط. منيحة سنة. هون لكن نحن الكرات والكرابس والثوم هي اشياء مواد عطريه حتى اليوم نعمل طبق. انا بعتقد شايف وجعتني ايدي شوي. خلص ما تعطي الهم انا بكفي عني. اكيد نحن بنكفي عني ما تعطي الهم. واليوم ليش ما بنجيب المكنه ومنحطها فرت؟ لا نحن هنلايف كله، لايف كله على الانترنت كله مباشر، لانه حتى نعلم هيك ستات البيوت اليوم يطبخوا طبق سنه نصر اللي بتعمله بالبيت. لانه ليك ما نوشي هي انت بروشا بدك هي بتعرفيش حسن خلص عمور شي تاني بتسلى. طيب. انا هون رح اضيف زيت الزيتون. زيت الزيتون مع دائما مع صلصة البندورة والخضار والباستا بتعطي نكهة غير شكل. واكيد نحن هون رح نضيف مواد العطرية اللي هي الكرات والبصل والثوم والكزبرة. الكزبرة اللي بتحطها مدام سنة باطباقها دائما مع صوص طماط. بحب الكزبرة والثوم. اها يا يو بطاطا بالفرن غير شكل يلا وكيلو وكيلو ونصحوا يا الله. بس الجبنه بتعرف مش طيبه كتير، انا برايي لازم نوقف لانه مش طيبه كتير. لا هي جبنه البارميزان انت عارفه انه طيبه كلها. كنت 13 لتر من حليب الغنم بيطلع عنا كيلو من جبنه البارميزان. مش هيك غاليه؟ مش هيك غاليه. وهي نحن جايبينها من نمبر 1 يعني افضل ماركه. ما عندي شك. تعرف نوعيه الاكل شايف بتاثر يعني. اذا انا جبت مثلا اكل نوعيته غاليه بيطلع الطبق اطيب. ايه اكيد الجبنه تكون جبنة اغلى او اكثر. طبعا طبعا هلا وقت بتجيبي بارميزان رخيصه الطبق بيتغير معك كليا. فكل يوم شو ما حطينا ماشي كل شيء بحقه دائما عاد جايب لي قالب جبنه كله بدي ابرشه على في 2 كيلو تحت بس خلص بعد هلا. اهلا وسهلا فيك مدام سلام. اهلا فيك. اهلا فيك شيف. اليوم انت قص الاشياء الهينه واعطيني الاشياء الصعبه. عرفتي كيف دغري على السريع ها؟ يعني اليوم بهالعيد الحلو وبهالموسم الربيع اللي بلش معنا اليوم 21 اذار
طقس يعني روعه برا خي مع شويه هواء حلوين الهوايات بجنن حلوين. شوفي ريحه الطبيعه الزهور خاصه هيك البابيون لوز ليك شايف بدنا نحكي شوي فيه يسألك انت عم تشتغل عن الباستا يلا الباستا يلي كتر منا يعني وانا واحدة منهم كنت عاملها اسلق المعكرونة تتسير على الاخر بعدين طلع لا انه وترحت على ايطاليا قالوا لي بدك تكون عن جد الدنتي يعني تكون الدنتي الباستا أفضل. يعني اليوم دايما اذا كنت تنقول مقيد على الكيس الباستا 9 دقايق اسلقيها 7 دقايق وبعدين بس تحطيها مع الصوص الجاهزة أوكي. اجباري تاخذ حجمها المزبوط لانه سلقتيها اوفر كوك تطلع شكلها ما حلو بس نحن بهالوقت كمان نشوف المكونات بدنا نشوف مكونات الطبق معطيني بعد هلا عادة بدنا نربط شعراتنا وإذا نكون عم نطبخ أنا أول مرة شعرات اليوم عيد ونحن سمحينك بكل شيء مدام سنة هلا اليوم هوا مع إنه مش جربت ما حط كتير مكياج وما زبط حالي على أساس مطبخ بس ما قبل يلبسني مريول شف ريشة لا اليوم قلت لك اليوم عيد وبحق لك بكل شيء اليوم لا قديش بدنا نبرش يعني لأي مستوى من الجبنة حتى توصل على الإشي القاسي وصلت على ضفر جاك خلص اليوم ما في زبط روح على ولا لا خلص فرجينا قد صارت كمية الجبنة تفضل ها اوه صارت منيحة بزيادة مش منيح لا بزيادة بزيادة فينا نوقف فينا نوقف اكيد نحن خلينا نشوف مكونات سنة شو هني ونرجع نحن وياك اوكي مكونات بني بالخضار 100 جرام كرات 100 جرام كرابس 50 جرام بصل 20 جرام ثوم 20 جرام كزبرة خضراء 100 جرام كوسة 100 جرام باذنجان 100 جرام بروكولي 100 جرام فطر 800 جرام بندورة مطحونة 250 جرام باستا بني 150 جرام جبنة بارميزان 50 جرام زيت زيتون أوريغانو رشة ملح حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة بلشت الريحة تعم بستوديواتنا ونحن كمان قبل ما نكفي طبقنا سنة رح نروح لفاصل إعلان صغير ونرجع معكم انطرونا ولا أطيب من بعد الفاصل وضيفتنا اليوم مدام سنة نصر الإعلامية الكبيرة وكمان اليوم ما في خبركم قديش شاطرة هالسنة عندي كذا سؤال يلا ها أول شيء كريم فريش ما بيحطوها كتير على النار هاي كيف حطيناها وبعدنا تبكينا لا حطيناها بالآخر بس صفاء إذا صار لونه شوي مغير والبص والثوم ليش منبكي وقتها نقصه بس الثوم أو بصل بصل البصل بصل البصل بصل البصل لانه اول شيء حساس خاصه اذا انت عارفه كيف هو حساس هو ايه بيتاثر ولا نحن الحساسين نحن هون صرنا ذكرنا المكونات الكوسه الباذنجان الشامبينيون والفطر والبروكلي اكيد رح نضيفه بالاخير في ضل نحن دبلنا ولا هلا فيك تحركي هلا هيك نحن بالطريقه كيف نحرك بهالطريقه لك انا شو بريئه واو ما بيوقع ولا وحده شفتي كيف ها من هون نحن كمان في عنا الشوربه بالطريقة يعني بدك وقت لك تمسكي أول شيء هيك بهالطريقة تاخذي شوي شوي مرة على مرة أوبس 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 هيك بهالطريقة شوي شوي تاخذي حسب دائما حسب الإكسبيرينس الشوربة صارت خالصة نحن بدنا نطحن شوربة بسيطة الهيد بلندر نطفي النار أوف كورس لما نصرف غاز ونطفي هون نحن لا ما بيأثر في غاز كثير هون هون عندنا نحن شوربة الهليون عم نطحن الهليون مع الكرات والكرافس مع مرقة الدجاج ملح والهار ايه هي وصخنة شفتي كيف تطحنيها وتطلع لونها اخضرا شفتي ريحتها شفتي ريحتها سنة ريحتها غير شكل ها عن جد بتعقلك شو هيني هالخلاطة بتسهل عليك بس ما تقعد تسقعهم وتحطهم بالمكنة ما بدك تسكر وهين بتقرا على السريع 1 2 3 احنا كله هون اشياء سهل سريع على شفتي كيف نعمليها كثير منيح حتى الكرات والكرافس كله طنعم وعملت رغوة معلي ما بيأثر لانه هيدي الكريمة بالعكس هيدي اطيب نحن عم نرشف الشوربة نحس بنكهتها واو هون لكن نحن صار عندنا البروكولي ما حطيناه لانه بده انقع شوي بالاخر ما بده وقت كثير بده دقيقه او دقيقتين هون نحن رح نسكب الشوربه لكن شوربه الهليون بس مش شايفه ملاعق للذوق انا على الطاوله لا نحن بندوق بعد الهواء لانه نحن نعطي المعيارات مزبوطه بعد الهواء مزبوط هلا بندوق على الهواء اكيد هون لا هلا نزين فيه نحن هون رح نضيف الطماطم واو
انت رح تدوق على الهواء، انا ما رح ادوق على الهواء. اوكي بتشوفي شو ناقصها واكيد رح تقول انت مش ناقصك دواء هون. لكن نحن الخضار هون، لكن رح نضيف نحن هول مسلوقين، هول مسلوقين نحن جاهزين قبل الوقت. نحن هول 9 دقائق سلقناهم، 8 7 دقائق ونص تقريبا تنرجع نحطهم شي دقيقتين. مزبوط والله هيدا البلا بحبوه الاولاد وبغزه وما بينصح بالضبط، والكبار والمسنين فيهم يلعوسوه والبتكن يا صحيح. انا بنصح فيه. رح نضيف البروكولي هلا طبعا على السخونه تبعها مثل ما شفنا. شفتي كيف هالمنظر الاخضر؟ فوالا. شو بعد ناقص؟ اوريجانو رشي. مش اخر شيء؟ هلا صرنا اخر شيء. هلا صرنا باخر شيء تحطها، ونتفي فلفل اسود اكيد، والبصل نعطيه حرارة طبعاً. شفتي كيف هون الفلفل الأسود؟ منحركون ولا خلاص؟ لا أكيد تحريك خفيف إذا بدك هالطريقة، حتى ياخدوا كلهم بعضهم بعض المزيج. صار عنا هالمزيج كله، وإذا شيء حتى يطلع الباستا طيبة هيدي نحن عم نخلطهم، منكب شوية بارميزون بقلبها بلا ما حدا يعرف. لازم يدوبوا عليها؟ بقلبها بلا ما حدا يعرف، ليش تعطيها طعم طيبة؟ بلا ما حدا يعرف ما حدا عم يشوف. إيه ما حدا، هيك هيدي سر المصلحة. بنحط لها شويه بارميزون هيك بتعطيها نكهه غنيه من بعد ما نكون برشنا البارميزون هون. اكيد نحن الخضره بطريقه كثير سهله، يعني الخضره كمان شو اسمه تحليناها تتبال. هاي شكلها بشهي شايف عن جد مثل الوان الربيع وهذه الهديه كمان في مدام سنة لك من مطبخنا لمطبخك، دي متواضعه بمناسبه عيد الام لحتى تتذكرينا. وهذه بصيروا بيطلعوا الاكلات الطيبين. اوه اكيد هاي هلا بتدوقي اذا بتحبي كمان. طبعا اكيد، واذا بتحبي هيدي شوكي كمان. هلا اليوم بس نخلص الحلقه كمان عملي لك بعقله غير شكل، وهيدي الهدية كمان اذا بتحبي تفتحيها تشوفي ان شاء الله تعجبك. هون نحن رح نسكب اكيد الباستا اللي صار جاهزه بالاذن مدام سنا. نحن هون عم نسكب غير شكل، هيدي وصفتك على كل حال بالنهايه. ونحن الخضره مثل ما قلت لك طعمتها الدنتي عم تقرش، يعني الخضره حتى عم تقرش قرش يعني اليوم. كمان احنا رح نزينها بالبصل الاخضر كلها هلا طبق طيب شهي. واو هون رح نزينها نحن. واحد يجيك عدو مش ناطره ايه مش غلط. بيت الفكره افتحها على الاخر اكيد. اوكي اصلا احلى شيء وقت تجيب كادو لحدا نشوفه عم يفتحه وعم ينبسط فيها. لازم هون نحن كمان هيدا كثير مهضوم شوية جبنه ايه شو حلوة هيدي تحطي فيها واو. شو ما بديك سكر لك لونها شو حلو كمان بعد في وحدة لقلة والله مزوق شايف ما بيك شي مش بس بالأكل يعني حلو واحد يكون هيك ما واحد افتح لك يا بسكين تأخرنا أول شيء أنا بدي لك مرسي هيك نحن عم نفتح الكادو عن جد لأنك استقبلتني بالحلقة الحلوة يلي أنا بحضره هالبروغرام وكل نسوين أصحاب أمي وكل الناس بتحضره بس إنه غير ما تجي على اللايف على نشوف الأكشن ضمن الحلقة لا انت حدا عن جد بروفيشنال تاكيو لالك سلام كمان نحن بنحبك كثير كمان من زمان واو. يعني ننطرك بناطره كل اسبوع وحتى على بكره احنا بالسياره بنسمع صوتي خي 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 شو مهضوم ميرسي عن جد ميرسي مثل ما بقولوا حلو الربح حلو الهديه حلو عن جد بدك تعزمين على الشاي بكره عندك سنه بالبيت على الشاي والبني والاسبير خلص جمله تطبيق كلكم معزومين خصوصا المامو ميرسي شيف لكن بدعيت كمان كل الاميات والكل عم بيحضرونا واكيد بهالعيد الحلو ان شاء الله بينعاد كل سنه انا لراد بفضاوه البال. وبدي اتشكر كمان انا مدام سنه للي اليوم كمان حبت تكون معنا بعيد الام ببدايه فصل الربيع والاطباق الحلوه السهله السريعه اللي كمان كنا عاملينها. شكرا لك مدام سنه. ميرسي لك ويا ستات اطبخوا قد ما فيكم لانه اكل لبناني بجنن وبغذي لنا اولادنا وما خلوهم ينصحوا اكيد. وهيك مشاهدينا ينصحوا حلقتنا بكره كمان حلقه جديده غير شكل خاصة بعيد الطفل. ألف صحتين وإلى اللقاء.